العائلة ديالنا أحلى عائلة. الفيديو كله غيدوز غير بحال هكا ما خليت تخسر لي المكياج، ولكن حيت انا ظريفه بزاف غادي نقول لكم معلومه قبل ما تخرجوا باش تستافدوا. بغيت غير نقول لكم بلي العين ديالنا راه كتشوف الصوره بحال هكا، ولكن الدماغ ديالنا مسكين هو اللي كيعدلها باش تبان لك بحال هكا. صافي نقدر نمشي. الدماغ راه هو كيمثل 2% من الوزن ديال الجسم ديالنا، ولكن كيحتاج 20% من الاكسجين و 15% من الخدمه ديال القلب. ومن هنا استنتجوا انك تقدر تكون صغير ولكن كتكونسومي بزاف. الكائنات اللي كتعيش على الجلد ديالك كتر من البشر اللي كاين في هذا العالم، وهذا العالم تقريبا فيه 7 مليار و53 مليون واحد. وانا تنقول ملي جاتني 51 كيلو وانا قد القويلبة. المعدة ديالنا كتحتوي على واحد الحمض اللي كيساعد الاكل باش يتهضم، وهذا الحمض قوي بزاف لدرجة انه يقدر يذوب موس، ويقدر يدير يتقب لك الجلدة ديالك الا طاحت عليه قطرة واحدة، وهو اللي كيكون السبب في داك الحرقة اللي كتجينا، ولا انوسم بالامازيغية، فهو اللي كيكون السبب ديالو. الا فقط طلعت واحد القطيرة البلعوم ديالنا كنحسو بالعافية شاعلة، وسبحان الله العظيم هذا ان دل على شيء فانه يدل على قوة جدار المعدة. العرق ديالنا حشاكم ما فيهش رائحة كريهة وما فيهش حتى رائحة جميلة، وانما كيكتسب ديك الرويحة فاش كيتلاقى مع البكتيريا اللي كاينين فوق سطح الجلد ديالنا. حاجة عادية الا كنا كنهضرو كنسمعو صوتنا، كتسمع صوتك، ولكن راه ماشي كيف ما انت كتسمع صوتك كيف ما كيسمعوك الناس. يعني صوتك انت اللي كيسحاب لك، دابا انا هذا صوتي اللي كنسمعو ماشي هو اللي نتوما كتسمعوه. ولا بغيتي تعرف ولا بغيتي تعرف كيفاش كيسمعوك الناس، سد ودنك اليسرى وهضر. قول مثلا احلى عائله شي حاجه، الصراحه كتسمعوا صوتي زوين من انا كنسمعوا. عاد فهمت علاش كيديروا امان امان امان. لا صافي سكش. خلايا الدم الحمراء كتحتاج فقط 20 ثانيه باش تجيب دوره كامله على الجسم ديالك. جسمنا كامل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جابت نص دوره. كنفقدوا 18 كيلو ديال الجلد في حياتنا، واغلبهم طبعا كيكونوا في الحمام. دوزي لي على ظهري الله يحفظك. مشات الرابعه. والطبقه الجلديه كتبدل كل شهر. الانسان يقدر ما ياكلش المده ديال شهر ولا شهرين ويبقى عايش، على حسب الدهون اللي كاين في الجسم ديالو وعلى حسب عوامل اخرى كثيره، ولكن مستحيل 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 يبقى هذه المده كامله بلا نعاس. طفل صغير عنده 300 عظم في الجسم ديالو، ولكن هذاك الطفل اولا انسان بالغ اولا هذاك الطفل نيتي الا كبر كيوليو عنده غير 206 ديال العظام. علاش؟ لان دوك العظيمات الصغارين فاش كيبدا يكبر الانسان هما كيتجمعوا. ايوا من حدنا جبنا الدراري الصغار كلنا كنعرفوا بلي المده اللي كيحملوا بها النساء هي 9 ديال الشهور، ولكن اطول مده ديال الحمل هي 12 شهر ونص. يعني كاينين الناس اللي حملات بهم ماماهم 12 شهر ونص وبقاو عايشين. ولا كان شي واحد دابا كيشوفنا يكتب علينا في لي كومونتير. الا بغيتي تقاد عليك الدم الجسم ديالك في مره واحده وطبعا غادي تموت، ما عليك الا تدبر على 1,200,000 شنيوله وتخليهم يقرصوك في دقه واحده، وهما كفيلين باش انهم غادي يحيدوا لك كاع الدم اللي كاين في الجسم ديالك. الا كنتي كتاكل اللحم بشكل طبيعي وعشتي تقريبا واحد 70 حتى 80 عام، غادي تكون في هذه الفتره كامله كليتي 700 حيوان. سودي لاباس. وعاوتاني من حدنا داوين على الحيوانات، السناجب عندهم واحد القانون هو ان السناجب الكبار كيتبناو السناجب الصغار اللي ماتوا ليهم والديهم ولا اللي ضاعوا عليهم، وهما بدورهم فاش كيكبروا كيعاودوا كيتبناو السناجب صغار وحدين اخرين. دابا نرجعوا لذاك الحمض ديال المعده اللي هضرنا عليه قبيله. من بعد 3 ايام فقط من الموت ديالك داك الحمض كيبدا ياكلك انت. 35 مليون خلية كتموت في الجسد ديالك كل دقيقة وكتعوض بخلايا واحدة اخرى جديدة، وانت ما على بالكش عايش الحياة.
علاش فاش كنحشمو كطلع لينا تزنيقه؟ حيتاش الاعصاب اللي كانت مجريه الدم كتشلل بالحشمه ولا كتسخف بالحشمه، فكيتدفق الدم من العروق اكثر من اللازم. في الوقت اللي انت ناعس ولا انت ناعسه، في الوقت اللي انت خارج كدور مع اصحابك ولا انت كتشطحي في شي عرس، ولا تكوني غير جالسه كتفرجي في شي فيلم ولا كتصبري تفارك، الوقت اللي انت غادي خارج كتلعب الكونفازور وفرحان وعايش الحياة، الجسم ديالك مقاتل مسكين وكيقتل خلية كل نهار كانت غادي تكون خلية سرطانية كون عشت. اغلب الناس فينا ولا كلنا عندنا خالات بحال مثلا هذه، كل واحد الباصه اللي كتكون عنده فيها، ولكن حنا ما عارفينش بلي هاد الخالات هما راه سرطان نائم او لا سرطان محبوس ما كيكبرش. وهاد الخاله هذه كل كنا مثلا كنعيشوا بزاف ديال الوقت كون على 200 عام غادي تقتلك، يعني على 200 عام هاد الخاله هذه غادي تحول سرطان، ولكن الحمد لله حيت حنا كنعيشوا قل من هاد المده، وفاش كاع غادي تبغي تحول سرطان اصلا غتكون متيمه عندها فين تحول. الدماغ ديال الانسان كيحتوي على ما عرفت علاش كيترج ليا فمي، واقيلا هاد الايلاينر هو اللي ثقل عليا. الدماغ ديال الانسان كيحتوي على 86 مليار خليه، ومليار ثانيه كتساوي 32 سنه. كنشريو قرعه ديال الماء وكنلقاو فيها تاريخ انتهاء الصلاحيه، واش زعما الماء كيتقضى؟ لا، هذا انتهاء الصلاحيه القرعه نفسها. فرس البحر فقد بزاف ديال الجينات على مر العصور، ولي منهم الجينات ديال الشم وديال الاسنان، يعني انه ما عندوش حاسه الشم وحتى ما عندوش سنان، ولكن عنده بزاف ديال الحوايج كيميزوه، واللي هو ان الذكر هو اللي كيحمل وهو اللي كيولد، يعني في عمليه التزاوج الانثى كتوضع البيض ديالها في اكياس الرجل وهو اللي كيخصبها. وهذو هما المعلومات ديال اليوم، نتمنى من قلبي يكونوا عجبكم. ما تنساوش انكم تنضموا لنا العائله في الانستغرام، غادي تلقاو لوليان ديالو في لابار دافو، حيت اليوم كنتسناو واحد اللايف زوين. 4 حامضه اكثر من الكائنات الحيه من البشر ومن البشره البشر. هنا هاد الكون هذا وهذه غير هاد الكره الارضيه، مالنا على الكون؟ حنا واش عارفين شنو كاين في الكواكب الاخرين؟ الريحه من اللقاء او لا العرق ديالنا ما فيهش حاشاكم، كوني مصوابه شويه. تو سامبلومون علاش كتزيدي من راسك صاحبتي؟ كنا غير سكت وحق ربي لا كنا غير سكت. خلي على فنكم فليك طق 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 طق. سمعت واحد الصوت غريب على برا، حيتاش شنو نسيت، حيتاش شنو علاش فاش جسد الرجل او في جسم او لا كنقول لك اوفا مبقاش زيدي من راسك. فرس النهر فقد بزاف فرس النهر فقد جينات عبر على مر العصور. واش هو بنادم فرس النهر؟ وراه اصلا فرس البحر ماشي فرس النهر. فرس النهر فرس نهر بوحدو، فرس البحر بوحدو، يعني ان فرس النهر فرس البحر وفرس البحر. سمحي لي. يعني ان فرس البحر ما عندوش سنان وما كيشمش، ولكن في المقابل عنده بزاف ديال الحوايج. هاد فرس البحر ما عرفت علاش ما باش يتصاوب ليا، يعني انه فرس البحر ما عندوش الاسنان وحتى ما عندوش ما فهمتش، كاينه شي خله في هاد فرس البحر ما بقيتش كاع غنحط عليه معلومه. الانثى كتوضع البيض. فرس البحر فرس البحر ايش سوي دي لبس؟